اخويا هذا الرقم هذا راجع للحكومه، القرارات ديال بانهم حلوا المطارات، حلوا فهمتي الاعراس، حلوا داروا شويه انفتاح على بغاو ينفتحوا بحال الدول الاوروبيه اللي ملقحه تقريبا النص ديال ولا وصلوا 70% ديال التلقيح وداكشي. حنا راه باقي متاخرين دابا، يلاه كتشوف الاخبار وداكشي، يلاه وصلنا 11 مليون والمغرب تقريبا فيه 34 مليون نسمه، يعني راه باقي ما وصلناش النص ديال المناعه الجماعيه. هما قال لك بغينا نديروا مناعه جماعيه، ديك الساعه يقدروا يحلوا المطارات ويقدروا يحلوا فهمتي. او كاين شي قرارات صائبه وكاين شي قرارات لا فهمتي، داكشي علاش كنشوف هادشي راجع للتهاون في القرارات. يحلوا داخليا بواحد الصرامه فهمتي، زعما بحال دابا التطبيق رجع عاوتاني، دابا ملي تفاقمت هاد الاوضاع رجع عاوتاني صرامه في تطبيق الكمامه، كان شويه راه خفين عليها، دابا عاوتاني الزيرو 11 الليل، دابا حتى واحد ما بقى كيدور ولاش كدور عاوتاني الدوريات. وهذه لاحظنا هادشي بزاف بالخصوص في المدينه اللي عايش فيها انا، بحكم كتخدم بالليل وداكشي كتشوف داكشي. انا عندي ورقه تنقل ديال الخدمه، كنخرج وداكشي، كنت كنخرج بالليل ماشي مشكل، ولكن كيبان لي دوريات ارجعوا البراجات بزاف عاوتاني. لا خويا الحجر الصحي قاصح شويه، ولا رجعت الحكومه الحجر الصحي راه خاصها تعيل هذوك الاسر اللي ما عندهاش مدخول. من غير رجعت الحجر الصحي الناس غيجلسوا في الدار، واحد كيبيع كلينيكس، واحد كترزق الله، واحد فهمتي ما منين غادي يلقى ما ياكل ولا هادي. يعني خاصهم عاوتاني يرجعوا الميزانيه ديال الدوله، ومن الميزانيه منين غيجيبوها من الشعب غيبداو علينا عاوتاني بالغرامات وداك الشيء، حنا ما قادينش عليه اخويا. خويا راه عم بان ليا كبير بزاف، ما كنتصورش بلي هادشي كذا، هاد الرقم كامل يقدر يكون حقيقي فهمتيني، حتى يقدروا يكونوا ناس مرض بمرض عادي وكيقولوا بلا مرض بكورونا فهمتيني، حتى كاينين وابار كاينين بزاف ديال لي فيروس اللي كيقتلوا ملايين الاشخاص عبر العالم فهمتيني، يعني ما كاينش غير كورونا فهمتيني. حنا ماشي كنقولوا بلا كورونا ما كايناش، هي كورونا كاينه فهمتيني، ولكن بدل الانتشار ديالها الهائل فهمتيني اللي كيقولوا ما كيدخلش الراس. جو بونس كو تقدر دير حجر صحي مره اخرى، تقدر دير الحجر الصحي مره اخرى، حقاش كما كيقولوا هما العدد ارتفع بزاف، يعني ولا بد من انهم غيديروا الحجر الصحي فهمتيني. هادشي كيرجع لان الناس ما كيحترموش القوانين وشحال من حاجه، بحال الاكتضاد، بحال الاكتضاد اللي كيكون مثلا في وسائل النقل بحال الطاكسي ولا الطوبيس ولا الترام، راه ما يمكنش واحد الاكتضاد ديال الناس بزاف، وتقريبا كتلقى واحد 1% اللي كيكونوا في دوك الناس اللي كتلقاهم دايرين الكمامه ديالهم ومحترمين القانون. انا كندير الكمامه في البلايص اللي عامرين فهمتيني، حتى انا ازماتيك يعني كتخنقني الكمامه فهمتيني، يعني ما كنقدرش نخليها بزاف د الوقت فهمتيني. بالنسبه لي هذا الرقم هذا راه كيخلع وكيهول، حيت ما كاينش تباعد، ما كاينش الناس ما بقاش ولات كتقول المرض ما كاينش، لا بالعكس المرض كاين، شفنا منهم حالات بزاف، لكن الناس اللي كنعرفهم فيهم كورونا حاليا، كنعرف ناس فيهم كورونا بزاف. هاد ما كاينش تباعد، الناس ولات ما بقاتش كدير الكمامه، بنادم ما بقاش كيدير هو التعقيم، ما بقاش واحد التباعد ما بين بنادم، كتلقى البحر عامر، القهاوي عامرين، بزاف الحوايج كتلقاهم الناس ما بقاش محترمه القوانين ديال التباعد. وانا كنصح الناس نصيحه لله، ان راه كورونا راه كاينه ومازال ما ساليناش المعركه، خصنا نديروا شويه ديال التباعد ونديروا الاجراءات الاحترازيه، حاجه باينه 90% تقدر، واللي غيتضرر منا هو المواطن المغربي، انا وانت والغير والاخر، الطبقه اللي ما عندهاش راه غتضرر، حاجه باينه اخويا. وانا هذا واحد من الناس اللي مضرين من كورونا، يعني راه كنهضر على بزاف الناس اللي كنعرفهم، الطبقه اللي مساكن ما لقاوش حتى لقاو العيش ديالهم، السبب ديالها هي كورونا. شوف راه ماشي بعيد، 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 غادي يرجعوا ثاني، ما كاين على السدان، سدان، سدان ثاني على البشر. إلا ما التزمش الناس، إلا ما التزموش الناس بحال كوكب، بحال كوكب الكمامة أو هذا أو هذا أو هذا.
الا ما داروش الكميم وما داروش هذا التعقيم وما داروش هذا وسير شو الكميم سير شو الكميم سير انا كنشوف دابا شوف حنا في سونتر فيل دابا شوف ها الناس هما غادي بلا كميم بلا كميم بلا كميم اش غندير حد انا دوز كوفيد دوز كوفيد وباقي ديال الكمامه ديالي كنقسم لكم بالله راه الله اللي شان عظيم علي راه انا دوز كوفيد دوزو ما كان كميم ما كان حتى شي حاجه ولكن طحطحني طحطحني في عظامي طحطحني 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 ولكن محني كنقسم لكم بالله راه الله شاهد عليا محني علاش ما عرفتش شنو هو لي بومو ديالو واش ما كان كميش ما كان كميش عارف الله اعلم وباقي مع ذلك دوزت درت التلقيح الاولى والثانيه هانا الكمامه ديالي هاي وكاين اللي كيقول كاع كاين اللي مكذب وكيقول ما كاينش هذا الوباء والناس كتموت يعني الناس مابقاوش كيديروا الكمامه وقليل اللي تيديرها اكثرين ما كيديروا كاين الزحام فين ما مشيتي كاين الزحام في الترومواي في الطوبيسات في الطاكسيات كلشي في الاماكن كلها العامه في القصاريه فين ما مشيتي كتلقى الزحام يعني ما دايرينش ذاك التباعد التباعد ما بين الناس ما دايرينوش هذيك لا ديستونس ما دايريناش والحالات غادي وكتزاد ولو بقينا غادي بحال هاد بحال هاد الحالات غادي كتزاد تقدر الحكومه تاخذ شي قرار ديال نرجعوا كما كنا يسدوا علينا عاوتاني يديروا لنا الحجر الصحي كل شيء وارد يقدروا ولكن دابا مع هذا الشيء ديال بنادم متضرر من الناحيه الاقتصاديه والناس هما بقاو محبوسين في ديورهم وداك الشيء دابا بحال ملي داروا لهم سميتو الحكومه يعني طلقت لهم باش يوليو يخرجوا داك الشيء ما كنظنش بانهم غادي يرجعوا يعني هذاك الشيء صعيب باش يرجعوا للحجر الصحي يعني هذاك الشيء اللي دوزوا الناس في الحجر الصحي عانوا بزاف عانوا كثير وما كنظنش انا تنقول على حسب الاقتصاد الوطني ان كل شيء تضرر لا اللي خدام ولا الشركات ولا كل شيء تضرر من هذا الوباء يا خويا الصراحه التفكير ديال الناس كيف بزاف كان ما كاين مد هاد الكلمه ديال كاينه كوفيد وكاينه هذه راه واخداش بعين الاعتبار وبنادم هو باغي يتسبب راسو المرض بحال ما هكا الا كنا غاديين في هذا المستوى من الاحسن يكون واحد حجر صحي ولكن ما يكونش عاوتاني كيف ما كان في الاول اللي قاصح. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma